حول أزمة السيول وتعامل وزارة الصحة معها، ينضم إلي هاتفيا أستاذ خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. تحياتي لك فندم. كيف تتعامل وزارة الصحة أو الإجراءات المتخذة تجاه التعامل مع أزمة السيول؟ خليني اقول لحضرتك بعد التحيه، طبعا هو طبعا احنا البلاد تعرضت لامطار غزيره وسيول في الفتره من يوم الخميس الموافق 27/10 وحتى صباح اليوم السبت الموافق 29/10. يمكن اجمالي عدد المصابين والوفيات نتيجه هذه السيول، يعني عندنا عدد المصابين في عدد من المحافظات 72 مصاب، عدد الوفيات 17 حاله وفاه. بنتقدم بخالص العزاء لاسرهم وذويهم. يمكن الكلام تفصيليا كان في محافظات زي محافظه جنوب سيناء كان فيها 9 مصابين وحاله واحده وفاه، محافظه بني سويف فيها يمكن 5 مصابين ولا يوجد وفيات، محافظه سوهاج فيها 23 مصاب و7 حالات وفاه، محافظه البحر الاحمر فيها 35 مصاب و9 وفيات. يعني البقاء لله مره ثانيه في المتوفين. وعايزين نقول ان حاله المصابين برضو بطمن الناس عليها انه الاصابات كلها كدمات وسحاجات نتيجه السيول والامطار، وحالتهم جميعا مستقره. خليني اقول طبعا انه في تنسيق ما بين وزاره الصحه وما بين هيئه الارصاد الجويه. مشكوره هيئه الارصاد الجويه بتخبرنا ان في احتماليه لحدوث سيول في بعض المحافظات. الوزاره بتقوم برفع درجه استعداد الدرجه القصوى في سواء مستشفيات المحافظه او هيئه المصريه. بالنسبه للمستشفيات بنتاكد ان المستشفيات بيكون فيها 25% من الاسره الخاليه لاستقبال مثل هذه الحالات بالطريقه اللي تخص السيول والامطار. الحاجه الثانيه، هيئه الاسعاف المصريه بغض النظر عن سيارات الاسعاف المتمركزه في الميادين او في الطرق السريعه، في ايضا سيارات اسعاف ثانيه اسمها سيارات الانتشار السريع بتكون موجوده بتجوب الشوارع والمحافظات الميادين عفوا داخل المحافظات. دكتور خالد، يعني ماذا عن توفير او تخصيص 25% من اسره المستشفيات لتكون جاهزه لاستقبال الحالات يعني الناتجه عن حوادث السيول؟ ماذا عنها؟ هل هي نسبه كافيه؟ لا، نسبه كافيه، لانه عايز اوضح حضرتك يعني كل محافظه فيها اكثر من مستشفى. انا حريص ان النسبه دي تبقى موجوده، لو مش موجوده في مستشفى واحده تكون موجوده في يعني مستشفيتين، بحيث انه انتقال الحالات بالطريقه يكون لها مكان داخل المحافظه نفسها، علشان بيبقى صعب شويه التحرك داخل اي محافظه مجاوره نظرا لوجود السيول او المياه في الشوارع. لكن خليني اقول لحضرتك كمان انه في منشور خرج من وزاره الصحه قطاع الشؤون الوقائيه الامراض المتوطنه بالاجراءات الوقائيه الواجب اتخاذها في حدوث مثل هذه السيول، وايضا المنشور ده بيفيد انه بناء يعني وجود المعسكرات او المخيمات اللي فيها اللي بيذهب اليها وبيتوجه اليها المواطنين اللي منازلهم بتبقى متضرره من السيول، هذه المعسكرات بيكون فيها مركز طبي لكل معسكر على حده، وفي فريق طبي وفي جميع الادويه والمستلزمات الطبيه للتعامل مع اي حالات طارئه في هذه المعسكرات. دكتور خالد، هل حالة الطوارئ تخص مجمل البلاد أم أنها يعني تقتصر على محافظات الصعيد وبعض المدن الساحلية؟ لا طبعا، حالة الطوارئ يعني تعم، بس احنا بيبقى عندنا هي في كل الدولة كل 27 محافظة، ولكن بيبقى عندنا أولويات طبقا للتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية في احتمالية حدوث السيول في يعني المحافظات، مين اللي ممكن يحصل فيها سيول ومين ممكن المحافظات اللي بعدها. زي ما حدث هذه المرة في هيئة الأرصاد الجوية قالت لنا إن في بعض المحافظات الساحلية هيحصل فيها سيول، فتم رفع درجة الاستعداد فيها، وامتدت بعد كده رفع درجة الاستعداد في المحافظات الأخرى مثل محافظات القاهرة شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة.